برضو النهاردة ذكرى حدثين مهمين جدا. نبتدي بمباراة القرن، زي النهاردة 4/8/2001 كانت مباراة الأهلي وريال مدريد، مباراة القرن. ليه سميت بمباراة القرن؟ عشان النادي الأهلي كان لسه تم تتويجه كبطل القرن الأفريقي، في المقابل ريال مدريد تم تتويجه من بطل القرن الأوروبي. دي لقطات طبعا محدش يقدر ينساها إطلاقا. اللي عصروا هذه المباراة أكيد منسوش كل كواليس المباراة دي، مباراة الأهلي وريال مدريد. مباراة كانت مهمة جدا للجماهير الأهلوية، هي طبعا كانت على لقب بطل القرن، وفي كاس بالمناسبة كده النادي الأهلي استلمه لبطولة القرن بعد هذه المباراة وبعد الفوز. تألق فيها عدد كبير جدا من اللاعبين، على إبراهيم لو تفتكروا، خالد بيبو عمل مباراة كبيرة، صاحب الهدف طبعا اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي سان داي لاعب النادي الأهلي السابق، من تمريرة أكثر من رائعة لحسام غالي كابتن النادي الأهلي، وكان هو الموهبة الصاعدة في الكرة المصرية في هذا التوقيت، فبالتالي مباراة تاريخية ما حدش يقدر ينساها. خليني أقول لحضراتكم بالتحديد تفاصيل هذه المباراة. في 4 أغسطس 2001 حقق النادي الأهلي فوزا وديا تاريخيا على ريال مدريد في مباراة الاحتفال بتتويج الناديين بلقب القرن. ده اتكلمنا في المباراة طبعا كان في استاد القاهرة وبحضور كامل نجوم النادي الملكي الشهير طبعا نادي ريال مدريد. تشكيل النادي الأهلي بقى في التوقيت ده كان مين؟ نفتكر مع بعض الذكريات السعيدة دي بتبقى حلوة في الحقيقة يعني، والحمد لله دايما في ذكريات سعيدة في تاريخ النادي الأهلي. تشكيل النادي الأهلي في هذا التوقيت كان عصام الحضري في حراسة المرمى، أشرف أمين وشادي محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز في خط الدفاع، حسام غالي وهادي خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة وأحمد أبو مسلم، وكان المهاجم علاء إبراهيم. مباراة النادي الأهلي ضيع فيها فرص كتير جدا، وأيضا فريق ريال مدريد في الحقيقة ضيع فيها فرص كتير جدا. تألق في المباراة دي حارس مرمى الفريق في هذا التوقيت عصام الحضري، وتألق عدد كبير جدا من اللاعبين. لو تفتكروا ده كان بعد كأس العالم للشباب 2001 اللي مصر فازت بالميدالية البرونزية فيه، كان عندنا بقى جيل صاعد من اللاعبين في النادي الأهلي، سواء أحمد أبو مسلم، كان في ناس كتير، كان في حسام غالي، كان في بعض اللاعبين زي وائل رياض اللي شارك في الشوط الثاني وعمل مباراة كبيرة، كان عندنا مجموعة من اللاعبين الموازين. ده كان تشكيل النادي الأهلي، ده الهدف طبعا اتكلمنا عليه، هدف صندي. لكن في مقابل تشكيل ريال مدريد بقى كان مين؟ كان طبعا تحت قيادة بوسكي طبعا مدير الفني الشهير اللي فاز بكأس العالم مع منتخب الأسباني، وهو نجم طبعا الكرة الأسبانية وأحد المدربين الكبار في تاريخ إسبانيا، وكان مدرب ريال مدريد في هذا التوقيت هو ديل بوسكي. التشكيل كان مدجج بالنجوم في الحقيقة، سيزار في حراسة المرمى ده تشكيل ريال مدريد، فرناندو هييرو طبعا نجم الدفاع الأسباني الكبير، وجيريمي النجم الكاميروني، وكارانكا طبعا المدافع المعروف، وروبرتو كارلوس اللي عمل مباراة كبيرة أيضا، وماكاليلي نجم نجوم خط الوسط على مستوى العالم أيضا في هذا التوقيت، وهلوجيرا ولويس فيجو، وكان لسه منتقل بقاله سنة تقريبا من برشلونة في صفقة كانت قياسية، وكمان نجم النجوم كان متواجد زين الدين زيدان، وسافيو كان موجود أيضا، وراؤول جونزاليس الهداف التاريخي لريال مدريد. مباراة ما تتنسيش إطلاقا، وحدث كان سعيد جدا جدا جدا. دي كانت أول حاجة من ضمن ذكريات اليوم النهاردة، أو يعني في مثل هذا اليوم حدث أمور مهمة جدا وتاريخية، منهم كانت مباراة الأهلي وريال مدريد.